ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه. وهذا المثال ينطبق بامتياز على الاحداث ديال الاحد الاسود اللي عرفتها مدينه الفنادق المتمثله في الفاشعه ديال الحريق الجماعي، يعني قيام الالاف ديال الشباب باش يحرقوا صحه نحو سبته المحتله خاصه القاصرين منهم. وهذه الاحداث للاسف يعني البعض لما يعني وقعت بدل ان يضع النظارات الحقيقيه باش يشوف الواقع على علاته بالمشاكل وبالاختلالات وبالاعطاب ديالو، بداوا يروجون بانه راه الجزائر الى اخره. وحنا كنعرفوا بان الجزائر شرط الوجود ديالها هو الاساءه للمغرب والتحرش بالمغرب وبالمغاربه. بمعنى يعني انت كحكومه، انت كبرلمان، انتوما كنخبه سياسيه كتصيبوا بيلانتي للجزائر باش تصيد الاخطاء ديال المغرب وباش تصيد المشاكل ديال المغرب باش كتعاود تزيد فيها وتنفخ فيها وكذا الى اخره. اما الحقائق كما هي على ارض الواقع راها لا تخفى على اي واحد يعني عاقل ولا اي واحد لبيب، لانه الشيء ديال الجزائر يعني راه بحال بغيتي نقولوا نقارنوه مع الشيطان، حيت الشيطان يعني شرط الوجود ديالو هو غوايه الناس وابعادهم على الطريق المستقيم وابعادهم على الطريق ديال الله سبحانه وتعالى. راه نفس الشيء الجزائر حتى هي الهدف ديالها وشرط الوجود ديالها ابعاد وصرف النظر على كل ما هو جميل في المغرب والتقاط كل ما هو مسيء للمغاربه. وهنا غنعطي واحد الرقم واحد فقط حتى لا اطيل في هذا الموضوع، يعني كل عام العسكر ديال الجزائر يخصص 8.5 مليار دولار للتحرش بالمغرب. ما كاينش شي دوله اللي كتخصص هذا المنتوج للاعداء ديالها، يعني كينهب العسكر ديال الجزائر المدخرات والثروات ديال الشعب الجزائري باش يرشي المنظمه الدوليه باش يسلح البوليزاريو باش يروج يعني كل ما هو مسيء كما قلنا للمغرب باش نقصدوا هذا القوس ديال الجزائر ونرجعوا للاحد الاسود. حنا كنعرفوا بانه الوضع جد متازم والوضع الاقتصادي جد خانق والازمه ضاربه اطنابها. هنا غادي نعتمد على بعض المؤشرات الداميه والصادمه. حنا كنعرفوا بانه من جهه الحكومه قالت لك بانها غنحقق 1 مليون منصب شغل بمعدل 250 الف منصب في العام، وللاسف يعني هات المناصب لم تخلق فقط يعني ديال 250 الف كل عام، بل حتى المقاولات التي كانت تشتغل في المغرب على هشاشتها وعلى ضعف منظومتها الاجريه وعلى ضعف بريقها يعني على مستوى جذب الاطور وجذب اليد العامله للعمل فيها، الاغلبيه ديالها سدات. وهنا غادي نستشهد بواحد الرقم المتمثل في اغلاق 33 الف مقاوله في المغرب، يعني هذا الافلاس ديال 33 الف مقاوله، يعني البطاله ديجا اصلا في المغرب عاود رفع المؤشر ديال البطاله الى 14% في المغرب. زيدوا عليها واحد المؤشر اخر وهو انه كل عام تقريبا يعني كتزاد يعني في سوق الفقر في المغرب واحد 300 الف مغربي. بمعنى بدل اننا نطلعوا الناس من الفقر الى الطبقه المتوسطه ليعيشوا واحد النوع من اليسر، يعيشوا واحد النوع من البحبوحه، حنا كنهبطوا الناس من الطبقه المتوسطه وكنهبطوهم من الفقر. يعني في هذه الثلاث سنوات الاخيره تقريبا واحد مليون مغربي هبط للخانه ديال الفقر. ولا زدنا على هذا المليون هذاك الشيء اللي كان عندنا في المخزون يعني في الستوك ديال الفقراء ديال مليون ونص، راه هي المجموع 2.5 مليون ديال الفقراء، بمعنى واحد 8% من المغاربه يعيشون في الفقر المدقع. ولكن هذا يعني ان الناس الذين يعيشون في الطبقه المتوسطه خاصه في سلمها الادنى راه قطعوا الواد ونشفوا رجليهم ويعيشون في واحد البحبوحه. لا ابدا، راه هذه الفئه هذه تمثل 5 مليون ديال المغاربه، يعني تقريبا واحد 14% من المغاربه اللي عايشين في يعني كما قلنا سابقا بستارتير، يعني في ادنى فراج قد ينزلقون بدورهم الى خانه الفقر. وبالتالي الى زدنا 14 على 8% راه هي تقريبا واحد 22% ديال المغاربه يعيشون من الهشاشه المطلقه ومن الفقر المدقع. ثم نقطه اخرى يعني مؤلمه وسوداء وهي واحد 4.5 مليون ديال المغاربه الشباب اقل من 25 سنه لا يحسنون القراءه ولا يتوفرون على اي تكوين ولا هم يحزنون. بمعنى يعني هاد 4.5 مليون شاب مغربي خارج السيركوي، حتى وان يعني توفرت واحد الاراده اللي باش بين قوسين غيدير فيهم واحد الخير، يصعب على اي مسؤول عمومي ان يتدبر الوضعيه ديال هاد 4.5 مليون شاب مغربي، يعني واحد 13% تقريبا ديال سميتو. ثم نقطه اخرى هي مؤلمه وهي الفساد، يعني هاد التشفرت وهاد التبانديت اللي كاينه في المغرب يعني تؤدي الى انه في كل عام تقريبا حسب الارقام الصادره على المتتبعين وعلى الخبراء 5% من الناتج الداخلي الخام ديال المغرب كتمشي وكتضيع بسبب هذا الفساد. يعني اذا عرفنا بانه الناتج الداخلي الخام ديال المغرب تقريبا كيدور في 143 مليار ديال الدولار، يعني ان 7 مليار ديال الدولار كتمشي بسبب الفساد في المغرب. واش كتعرف شنو هي 7 مليار ديال الدولار؟ راه هي 70 مليار ديال الدرهم. تخيلوا معي لو ان كل عام بهذا الفساد اللي كتمشي فيه 70 مليار ديال الدرهم خصصناها لكل جهه من الجهات 12 في المغرب، كيف ستكون الاوضاع عليها في جهه درعة فيلال؟ كيف ستكون الاوضاع عليها في الجهه ديال بني ملال؟ كيف ستكون الاوضاع عليها في الجهه ديال وجده الى اخره؟ ستكون تقريبا تنافس يعني سنغافوره وتضاهي يعني ماليزيا. ولكن للاسف الشديد بسبب يعني ان الحكومه كدير يديها على
عينيها وما كتاخذش المبادرات للحد وتطويق وتجفيف هذه المنابع ديال الفساد. لا كنشوفوا الناس كيفاش كيعيشوا في وجده وفي المنطقه الشرقيه وكيفاش كيعيشوا في جهه درعا تافيلات وفي جهه بني مدلال الخنيفرة الى اخره من المناطق المغربيه الخارجه على الرادار ديال السياسات العموميه. ثم نقطه اخرى يعني مؤلمه وهي انه الاحداث ديال الفنيدق بينات بان المغاربه غير محصنين ابدا امام الاشاعات وامام الفيك نيوز وامام الفيديوهات المفبركه او امام الصور المخدومه وكذا الى اخره. علاش؟ حيت انه المسؤولين بدل ان يحصنوا المجتمع بواحد الاعلام عمومي يعني وازن واعلام عمومي رجلو في الغيس عايش مع المجتمع ينقل نبضه بموضوعيه وينقل المشاكل ديال المجتمع المغربي بواحد الحياديه، كنرجو ان المسؤولين محزمين بما يسمى بروتيني ومحزمين بما يسمى بالمؤثرين ومحزمين بما يسمى بواحد الصفحات مشبوهه وكذا الى اخره. ونهار وصلنا للمسقي بمثل ما وقع لنا يوم الاحد الاسود في الفنيدق لقينا بان المغرب مجرد وعريان ما عندوش واحد الحصانه تجاه دوك الثقوب اللي كيدخلوا منها الاشاعات، تجاه دوك الثقوب اللي كيدخلوا منها الفيك نيوز والفيديوهات والصور المفبركه. وهنا اذا كان من حسنات لهذه الاحداث ديال الاحد الاسود في الفنيدق وانه غادي تخلي المغاربه يعني المغاربه القحاح انهم يعرفوا بانه عندنا جوج الاعداء، عندنا العدو الخارجي وعندنا العدو الداخلي. واذا كانت دوك لي درون ديال القوات المسلحه الملكيه مصوبه نحو اي تحرك ديال شي واحد من الاعداء الخارجيين يقترب من المنطقه العازله وترسلوا ليه يعني ما يستوجب الاباده ديالو والسحق ديالو، راه ايضا يجب علينا ان نلتمس من القوات المسلحه الملكيه في شخصي قائدها الاعلى ان توجه دوك لي درون داخل المغرب باش اي مسؤول فاسد في هذا المغرب اللي ما عندوش يعني الكبد على هذه البلاد ان دوك لي درون يطيحوه بمثل ما كيطيحوا هذوك الاعداء خارج الوطن. وبهذه غادي يمكن لنا نجفوا يعني المستنقعات اللي كتقدم منهم العصابه ديال الجزائر باش كتروج ما يسيء الى المغرب والى المغاربه.